واكيد مشاهدينا الكرام رجعنا لكم مره ثانيه. واكيد هالمره لحتى نبدي موضوع فقرتنا لليوم سهر، اكيد نحن استقبلنا ضيف اللي راح يحكي عن عام او عن اوضاع ل 2022 او استقبل الى 2023 صحيح. ولكن راح يكون معنا مدير عام فندق كاروان سراي او السيد غوران عز الدين. اهلا وسهلا فيك، شرفتنا بنسمة زاجروس. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا فيك سيد غوران، كيفكم انتم؟ ان شاء الله تمام. بالبداية كيف بتشوف تقييمك يعني الموسم السياحي بكردستان؟ موسم السياحي في كردستان تقييم جيد. نعم جيد، يعني كلش تمام. نعم ما أعرف يعني إنه هسه شوي شوي الأمور راح تأقلم أكثر، مع أنه مثلا السياحة مثل ما أنت بتعرف ما بتجي إلا بالمناسبات، وخصوصا يعني بالشتاء أنت بتعرفي صار الثلوج وهدول كمان عم بيتساقطوا. السنة الماضية بسبب الفيضانات وأيضا السيول منعوا الاحتفالات السنوية المتعارف عليها، لكن هالسنة شو راح يصير بسبب الاحتفالات؟ يعني الاحتفالات راح تكون خفيفة جدا. لماذا؟ بس أنه يعني تعرفي هاي الأمور اللي الظروف اللي صارت بسليمانية ودهوك. سليمانية ودهوك أولا، وظروف اللي صارت من أجل انفجار الغاز. انفجار الغاز. طب حضرتك مدير يعني عام بالفنادق، كيف حركة الناس هلأ خلال الأعياد بالفنادق؟ لا مقبلين على الأعياد، في حفلات، في مهرجانات سياحة. دائما يعني أنتوا تعرفوا يمكن أكثر، العالم كلهم يعرفون شهر 11 12 للشهر الواحد يخف الحركة، حركة السياحة كلها، بس إنه الدولة عم تشتغل على هاي الأمور كل سنة يعني. لكن يعني نحن عم نشهد هيك ازدحامات، بس عم نتخرج من هون بالشوارع وأربيل كلها مزينة، يعني عم نشوف إنه في إقبال والناس الشهر عم تحتفل. أكيد يعني هلا الكمية العالم اللي جايين مقبلين على أربيل كمية كلش كبيرة، يعني حتى أكبر من السنوات اللي فاتت، مع أنه هاي الأمور اللي صارت أكثر من السنوات السابقة. يعني لديك إحصائية كم عدد الناس اللي أتت إلى أربيل من أجل الاحتفال؟ يعني تقدر تقولي ما رح يبين لحتى اليوم مباشر. أنت توقعتكم يعني هاليوم؟ في عالم جايين، في كمية الناس عم تجي، كمية ناس كتير جاية يعني. وخصوصا يعني صار مثل ما أنت شفتي أنه بمناطق الأربيل تزيينات اللي صارت هنيك، وخصوصا تزيينات الجديدة اللي بالقلعة بالمناطق الأخرى مثل اللي بيسموها شارع الغزالي، يمكن أنت رحتي زرتيها صح؟ أكيد مناظر كتير حلوة وزينة. مو بس شارع الغزالي، في عندك كتير مناطق بأربيل ما شاء الله يعني. طيب سيد غوران كيف بتشوف هلا يعني مثل ما شفنا، اكيد بنوجه تحيه كل عام وكل اخواننا المسيحيه بالف خير وان شاء الله ميلاد مجيد وعام خير وصحه لهم يا رب. خلال هاي الايام الماضيه شفنا الاحتفالات هون باربيل وشفنا الشعب الكردستاني كله عم يحتفل مع الاخوه المسيحيين، شو رايك بهذا المشهد الجميل؟ اكيد مشهد رائع يعني. نعم. وكيف انسجام بين كردستان بلد التعايش. أكيد. اكيد وخصوصا كل المكونات احتفلوا بهذا اليوم الجميل، يعني الكل حسوا حالهم مسيحيين، الكل حسوا حالهم فئه واحده صارت وكلهم احتفلوا مع بعض. وخصوصا هو مو بس يعني باعياد المسيح، وانما يمكن شفتي باعياد عيد الاضحى والعيد الفطر كمان كل المكونات احتفلوا فيها من طرف اللي كانوا من الاخوان المسيحيين. كعيدنا كعيدهم نفس يوم. اكيد نحن هلا عم نحكي يعني لانه هلا أكيد. سيد غوران يعني من المعروف أنه الناس خلال الشتاء بتوافدوا لأقليم كردستان يعني من أجل التمتع بالسياحة الشتوية والصعود على قمم الجبال والتمتع بالثلوج. هلأ حضرتكم كمنظمين يعني ومدير عام بالفنادق، شو محضرين للسياحة الشتوية لعام 2023؟ السياحة الشتوية اللي نحن محضرينها بشكل عام، مو بس نحن، كل الفنادق اللي موجودة بأربيل، ما وخاصة مع ازدياد عدد الفنادق اللي عم تصير بأربيل يعني. نعم. يعني كل سنة بسنة عم تزيد الفنادق أكثر وأكثر بأربيل. شو النشاطات اللي بتحضروها؟ الكل يعني عم يجهزون ال 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 ك
يعني استقبال الزوار، استقبال السواح، شو بتجهزوا، شو بتحضروا، شو بتحضروا لهم بالفنادق؟ يعني اكيد بنحضر لهم قبل كل شيء راحة، نعم، استقبال رائع، وانه هم يشوفون كاقليم كردستان وكفنادق اقليم كردستان وكل الموضوع. نعم. انتم يعني بتاخذون بجولات يعني على باقي يعني محافظات الاقليم؟ نجهز لهم هاي الامور اللي متعلقه مثلا بالسياحه، مناطق الحلوه اللي موجوده باربيل او مثل شو، احكي لنا يعني لوين بتاخذون بالاماكن الجميله باربيل؟ يعني على الجبل اكثر، في جبل كوره، بيخال، رواندوز، شقلاوه، هم يعني هاي يعني وين بتشوف مثلا السياح اللي اجوا لهون، وين اكثر مكان حبوه كل سنه عم بيطلبوا انهم يرجعوا يروحوا عليه؟ انه اكثر مكان حبوه جبل كورك، زاخه، وين حبوه؟ كثير بالشتاء هم اكثر شيء يحبون جبل كورك. تمام. وكمان هاي المناطق الجبليه اللي موجوده بدهوك. نحكي عن فصل الشتاء نحن. الصيف هاي غير، ايه اكيد عن الشتاء. يعني انتم اكثر شيء بتعتمدوا على جبل كوريك، البيخال، شقلاوه، يعني بالشتاء كمان شنقلبانه، فاكثر شيء انتم بتعتمدوا بالشتاء على هذا يعني المناطق بسبب هطول الثلوج. هطول الثلوج او الاجواء الحلوه او يعني المنظر الحلو، وهم يجون اصلا على مود هاي يعني تشوف الأجواء. السياح السواح كلهم يتدفقون على صحيح، يعني غير انه هون غير الوافدين من غير الدول، من اكثر محافظات العراق، انه اكثر محافظه بيجوا انه الناس مشان هون يعملوا سياحه شتويه؟ من بغداد. من بغداد، اي نعم. يعني اكثر سواح بيجوا من أكتر بغداد، عدد الكبير من بغداد. من بغداد، جميل جدا. طيب تحيه لاهل بغداد. اكيد تحيه لاهل بغداد ولكل الشعب العراقي. وكل الشعب العراقي اكيد. طيب سيد جوران، يعني امتى شعب الكردستان او شعب العراق يعني راح يعيش في السعاده مثل ما انت شفت قبل كم سنه هن شافوا هجمات داعش الارهابيه، وبعدها اجت جائحه كورونا ضلت سنتين، والسنه الماضيه كمان صارت فيضانات وصارت كوارث بسبب الفيضانات اللي نحن شفناها. اكيد. ولكن هالسنه انتوا كيف تشوفوا يعني؟ هلا هل بتوعدوا الناس هون بكردستان محضرين لهم شيء بعام 2023 انهم يشعروا بقليل من السعاده رغم كل هي الصراعات والحروب يعني والضغوط الحياه اللي عم نشوفها؟ انا من رايي يعني انه ايش قد ما يعني نحن شعب جبار. نعم. يعني من 2014 مثل ما حكيتي موضوع داعش، هسه جائحه كورونا، موضوع فيضانات، بس انه ده يعني ما زالوا هن بيحسوا، ما زالوا مثلا انه مبلشين بالتطور بالاعمار وبنحاول انه كيف نسعد حالنا ونسعد اللي يجونا واللي نعم. حوالينا واللي نستقبلهم. يعني كم عدد الفنادق اللي فينا نقول هن خمس نجوم هون الموجودين بكردستان؟ هل يوجد اربع نجوم، ثلاث نجوم؟ يعني ما شاء الله صار اعداد كثير، اعدادهم كافيه عم تستوعب كل السواح اللي عم يجوا؟ بعد بس انه يعني منيحه، يعني هاي نعم هاي الاعداد اللي مجهزين هاي السنه راح تستوعب هاي العدد الهائل اللي جايين على اربيل. عم تشتغلوا يعني على افتتاح فنادق اكبر؟ بعد يعني عم يشتغلوا، ما شاء الله الدوله ما عم تخسر. نعم عم يساهموا بكل طب انه اكثر محافظه يعني فيها بتستقبل عدد كبير من السواح بالاقليم؟ اربيل. اربيل شو السبب رايك؟ شو بيميز اربيل يعني عن باقي محافظات الاقليم؟ يعني انت تقدر تقولي حاليا اربيل اكيد غير انه هي عاصمه اقليم كردستان، بس شو هي الجمال اللي نوجده هون؟ جمال يعني فيها اولا جمال انسان، ناسهم طيبين. نعم. هاي يعني اكو تعايش بينهم، بين الاكراد وبين العرب، هاي نقطه كثير مهمه يعني يرتاحون. صحيح اكيد هذا الاختلاط الجميل، حتى المحافظات الثانيه ما عندهم اي تقصير. نعم. وزايدا بس قصدك يعني انه الاربيل لانه فيه مكونات اكثر، لانه فيه مكونات اكثر، جماليه البلد اكثر، بين اختلاط اكثر، وهم من جماليه البلد يعني ما شاء الله خدمات، اعداد الفنادق، نعم، الشوارع، النظام، الامان، هذا اللي كنت بقصده يعني. أي. اكيد يعني ما شاء الله انه الخدمات المقدمه في اربيل اكيد بشكل اوفر واكبر أوفر باقي المحافظات، واحسن يعني. طيب سيد جوران، يعني ماذا عن المجمعات السياحية المتكاملة، المرافق، يعني إقامة مسارح ومسابح ودور السينما ومحلات الترفيه وغيرها، عندنا في كردستان مثل هاي المجمعات؟ مثل ما عندنا فنادق، عندنا
هاي المجمعات كلها موجودة كلياتهم مثل ما نحن محضرين حالنا هم محضرين حالهم، الكل محضر لراس السنة. يعني مثل الإدارة مالتها والصيانة يعني أي. كل الشغلات انتوا عم تاخذوها، وخاصة العالم بدأت تتوافد يعني يعني صار لهم من يومين ثلاثة، من يوم 25-24 متوافدين، وخاصة اليوم وباكر جميل وبعد باكر أعداد هائلة. نعم. نعم وأكيد يا مشاهدين الكرام نحن رح نرجع مع ضيفنا سيد غوران. سيد غوران كثير من المدن العالمية تستغل موسم الشتاء لترويج السياحة، وأيضا خصوصا السياحة الشتوية اللي تصير بمثلا أوروبا بمناطق أخرى من الدول الأخرى يعني، ولكن كيف نحن هون بكردستان نروج الجبال والثلوج والمواقع السياحية الشتوية من أجل رفع المستوى هذه الأماكن؟ يعني تقدر اقليم كردستان بهاي الاونه الاخيره يعني ما شاء الله صارت مدينه منافسه وخصوصا الناس كثير حابين يجوا لاقليم كردستان، خصوصا مثل ما احنا ذكرنا بحوارنا اللي قبل تقريبا طبيعتها تساعد وجبالها تساعد وهم يعني التطور اللي صار بهاي العشر سنوات، وكل سنة عن سنة عم تزيد هذا التطور العمراني وتطور بيساعد على أمور السياحة وبيساعد على نعم يعني. لكن أنتم كمسؤولين عن الفنادق كيف بتروجوا لهي السياحة الشتوية؟ كيف بتستقطبوا الناس من خارج البلد؟ يعني بطريق سوشيال ميديا وطريق يعني عن طريق إعلانات وهاي الأمور يعني مع اعلانات في تخفيضات في عروض على بالمختلف المواسم بالصيف بالشتاء يعني للناس اللي جايين لهون، كيف بتشجعون ليجوا يشوفوا؟ اكيد نحن هم يعني قطاع السياحه وقطاع الفنادق وكل الفنادق الموجوده باربيل عندهم خطه عمل بيحاولوا انه كيف يشتغلوها وكيف يفعلوها مع الزبون ومع كل فصل او كل موسم. كيف بتقيم التعاون بين القطاع العام متمثل بوزاره السياحه والقطاع الخاص؟ هل نشاطات مثمره هنا في الاقليم؟ مثمره جدا. نعم. يعني القطاع العام والقطاع الخاص، والقطاع العام هم يقدم مساعدات يقدم دعم للقطاع الخاص. يعني في تعاون مشترك. في تعاون كبير يعني، القطاع العام انه كثير عم يساعد القطاع الخاص. بأمور دورات مثلا بأمور التنظيم وبالأخير القطاع الخاص يرجع للقطاع العام. طيب سيد غوران يعني خلينا نحكي شوي عن موضوع تاني، ولكن الموضوع اللي راح يكون عن يعني في كتير يعني قبل هلا كان الناس كتير مثلا بيزوروا بعض بالاعياد حتى بالمناسبات الرأس السنة، ولكن هالمرة صارت السوشيال ميديا تقتحم كل شيء وخصوصا صارت الرسائل اسهل بكتير عن قبل، ولكن برأيك انت كسيد غوران يعني ايهما احلى يعني واجمل يعني هن برأيك وش لوش الناس تزورنا ببيوتنا وتهنئنا بالسنة الجديدة او الاعياد الباقية ام على السوشيال ميديا؟ ماتت صلة الرحم. هسه السوشيال ميديا اجت موتت صلة الرحم. مثلا وين الاعياد اللي كنا عم ننتظرها شهور لحتى نروح نزور عوائلنا ونزور اقربائنا ويجونا ونروح لهم بس لا تشوفي السوشيال ميديا عندك كل واحد بالتليفون كل عام انت بخير ومن هاي التفاصيل وتنتهي القصة. تنتهي يعني القصة انت يعني الفرحة وال كيف اخبرك اياها انه يعني اللذة تبعها ما بقت مثل ايام زمان وايام قديم. يعني انت برايك عم بتقولوا انه قبل هلا كان احسن بكثير من التواصل على طريق السوشيال ميديا او الرساله اللي توصل للناس على طريق السوشيال ميديا. نعم. سوشيال طيب ميديا. سيد غوران قلت حضرتك انه انتم بتروجوا للسياحه هون من خلال السوشيال ميديا والاعلانات، برايك كمان ما في تقصير يعني للتعريف اكثر يعني بكردستان؟ اكيد في سواح كثير بس كل العالم تعرف جماليه كردستان، يعني في ناس عم بيجوا لهون عربي كثير عم بيحبوها عم بيحبوا مختلف المحافظات
المحافظات عم بيندهشوا بهذه الجمال والطبيعة الخلابة هون والتعايش والأجواء الحلوة يعني أكيد اللي كلياتنا عايشينها كلياتنا وعم نشوفها، بس ما في تقصير، شو هي النقاط لازم يعني حضرتكم من نبدأ من وزارة السياحة كمان أو من عندكم كفنادق لحتى نروج أكثر ونستقطب سياح أكثر هون للإقليم؟ صح هذا السؤال. كالترويج لازم انه عندك كمية القنوات اللي موجودة بأربي القنوات الإعلامية لازم تروج بشكل أكبر، لازم هم يروجون لأنه نعم بالأخير الكل يجي أكيد يعني بيعرفوا بالبلد بشكل أكثر، أي يشوفون أكيد القنوات ويشوفون التلفزيون أكثر، يعني حتى لو سوشيال ميديا مساعد إنه لهم صفحات لهم، مثلا احنا كفندق كاروان سراي نعم يعني احنا مظبطين أمورنا، عندنا طيب سوشيال ميديا كامل نعم عن كبزنس نحن نعم، والدولة هم نفس الشيء يعني عندهم إعلام وقنوات ووزارة السياحة هم نفس الشيء، كل واحد يساعد الثاني لحتى صحيح الكل يشوفون بتكون ترويج أي نعم. أكيد ورجعنا لكم مشاهدين الكرام ونشكر السيد غوران على تواجدك اليوم معنا وإن شاء الله تكون سنة جديدة لك وعن جد تكون سنة تهاني لك ولكل عائلتك ولكل مشاهدينا أيضا، كل شكرا عام جزيلا بخير وشكرا لكم والله يديم لنا من الأمان، شكرا جزيلا.